حبايبي اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب، قناة يوميات ميزو او يوميات ام زد. النهارده هعرفكم بالانسه الصغيره بتاعتي، يعني يا جاسم عرفيه باسمك ايه؟ جاسمين. ايه؟ جاسمين. جاسمين ايه؟ جاسمين. عندك كام سنه يا جاسمون؟ 3 سنين. 3 سنين؟ رايح حضانه ولا لسه؟ لا لسه. لسه؟ جبت لبس العيد ولا لا؟ جبت ايه؟ هو ايه؟ ممكن تورينا جبت ايه؟ هو ده. ورينا اهو اهو. فين؟ وري الناس لبس العيد شكله ايه؟ فين لبس العيد بتاعك؟ اهو ده. لا ده ما كوتشي. فين الكوتشي؟ مش عارفة هو راح فين. والشنطة كمان، الشنطة راحت فين برضه. هي كمان بتاعت الكورة معايا. تحبي خلى حل؟ هتعيدي فين بقى؟ فين؟ راس مين؟ السنة. تعيدي في راس السنة؟ انت مسيحية ليه؟ هتعيدي فين؟ في انا هروح الصلاة. صلاة العيد؟ مع مين؟ ماما. مع ماما؟ وهتروحي فين تاني؟ هروح اتفسح. تفسحي فين؟ ماما بتفسحني في المراجيح. في المراجيح بس؟ وهتوديني النادي وننزيني. المزيزي؟ تروح عند المزيزي؟ والصبح رحت للمزيزي امبارح؟ ماشي. يلا تقولي لهم ايه بقى؟ قولي لهم كل سنة وانتم طيبين. انت سنة وانتم طيبين. وعيد اضحى سعيد. عيد اضحى سعيد. يلا سلام. سلام.